اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في الفقره الثانيه في حلقه اليوم نجومنا كابتن سيد معوض. يا مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. بقول لك الفرحه مش فرحتين، بقى اربعه الاسبوع ده عشان الماتشات. الاربع فرق تاهلوا. لو هنفرح عشان دور ال 32 يبقى يعني على الكره المصريه السلام. لا، هو فرحه الفوز يعني مش فرحه ان هو يعني انتصار عظيم، لكن انت ما فرقتك بتكسب كويس، الناس تبقى مبسوطه. لا طبعا انا بكسب كويسه بس في الاول والاخر ده يعني الجمهور اللي بيتفرج بيبقى مبسوط ان الاهلي يكسب بسبعه اجوال في الماتشين، ان الزمالك عدى. الاربع فرق اللي انت لعبتهم لو عملوا فرقه واحده مش هيكسبوا حد من الدوري المصري كله. استاذ احمد الخضري، استاذ شبان، ازيك؟ منور. وكابتن سيد منور، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله تمام؟ كله تمام. عدى الزمالك، خد بالك انا راهنت عبد الجليل. عبد الجليل قال ايه؟ عبد الجليل قال اصله يعني عبد الجليل توقعاته بقت العكس. انا قلت له الزمالك هيجيب اربعه. لا هو لازم يطلع يذبح. انا توقعت له توقعين الاسبوع ده. لا عبد الجليل كان الاول شغال، الله ينور. هو لازم يذبح الضرب في اولا. انا راهنته ان كريم الدبيس هيشارك من اول الماتش. قال لي مستحيل، في اتنين مش هيغيرهم، كولر الشناوي وعلي معلول. قلت له لا كريم الدبيس. قال لي لا لو حصل. لا لو حصل يبقى انت الراجل ده. بص بقى انت بخير، انت مصدرك قوي في النادي الاهلي يا استاذ جمال. وفي الزمالك. ما انا قلت له في الزمالك هيلعب باتنين روس حرب. لا ما انا في لا وراهنته في الزمالك هيلعب بناصر منسي وبسيف الدين الجزيري. وقلت له كمان انه الزمالك هيجيب اربع اجوان. وحتى ممكن ما يبقاش مصادر، يبقى ممكن رؤيه. لا يا فندم. لا انت بتتابع. لا يا فندم مصادر. لا ما المصادر بتجيب لك ايه؟ بتنقل لك التمرين. دايما التمرين الاخير اللي قبل الماتش بيبين ملامح التشكيل وملامح فكر الراجل ايه، بينفذه في اخر التمرين يعني. فقال لي مستحيل. قلت له الزمالك هيجيب اربع اجوان. قال طب ارتا سولار لو جاب جول برضه الزمالك يعدي ب 4-1. فانا مستني الحلقه بتاعته. لا يعني انا قاعد مستنيه للحلقه بتاعته. طبعا بليغ مقروص من الرهانات فما نطقش. وحشتنا العزومات. وحشانا والله. هو ما بيجيبش حاجه. العزومات وحشانا. بيخسر وفي الاخر ما فهترهنوا ليه؟ هتضيع وقتك. عايزين نرجع للرهانات تاني مع الشباب. تنفيذ الرهانات. تنفيذ. لا ما انت نفذت بصراحه. انا اللي بنفذ. انت نفذت. بقول لك نفذت. بليغ اللي بينفذ. لا انت نفذت. طيب بعيد عن ان الفرق اكيد الفرق المصريه اقوى منها بكتير، بس في مباريات تأزمت له ظرف او لاخر، يعني ماتش الزمالك ظروف النادي وظروف الفرقه والمدرب وطريقه تفكيره الغريبه جدا، ماتش مودرن فيوتشر مثلا يعني انت كنت خسران اول ماتش وبعدين جه في الجول تعادل وبعدين اتطرد لك اللعيب في الدقيقه 55، برضو احداث الماتش برضو ممكن تتازم منك، لكن قدروا ان هم ياخدوا الماتشين الصعبين، اما الاهلي كسب بسهوله وبيراميدز كسب بسهوله. يعني هنقول مثلا اول حاجه النادي الاهلي. النادي الاهلي حقق مكاسب كويسه بس في الاول والاخر انت الفرقه بتلعب ماتشين متواضعه جدا. فرقه متواضعه وبتلعب ماتشين في ملعبك يعني. فهم حتى ما تاخد يعني. ما تغير الفرقه كلها. احنا اتكلمنا قبل الماتش قلت لو اي حد في قائمه النادي الاهلي لعب الموضوع سهل. الموضوع ما فيهوش حاجه. فدي نقطه عشان كده واجرب الماتش التاني كتير. فرقه اول مره تلعب دوري الابطال وبتلعب ماتشين هنا فالامور سهله جدا. هتيجي على بعد كده بيراميدز. طبعا ماتش هناك ممكن توقيته والجو والكلام ده اللي فرق معاه، بس بيراميدز هناك كان ممكن يكسب. الماتش اللي هنا الدنيا سهله يعني. الحسنه الكبيره في المباراه مصطفى فتحي ما كانش اساسي. مصطفى لعب مكان ابراهيم. ابراهيم عادل سلام عليه ان شاء الله يرجع ويرجع ان شاء الله شهرين كويس. ان شاء الله يرجع كويس ان شاء الله. بس لولا ابراهيم عادل اتصاب ونزل مصطفى سوبر هاتريك. يعني مصطفى بس مصطفى بقى له فتره بيقدم مستويات كبيره جدا سواء مع بيراميدز او مع المنتخب. ما يبداش. لا بس الراجل عنده يعني ابراهيم عادل ومصطفى يعني ممكن الامور عادي. ودي ماتشات كلها انا بشوفها سهله يعني ممكن تغير اي حد. بتجرب ممكن تلعب يعني. تلعب براحتك يعني. واللي عايز تريحه تريحه. فبيراميدز الامور كانت سهله. تيجي بعد كده هنيجي يعني على نادي الزمالك. نادي الزمالك دليل ان كل الظروف اللي انت قلتها دي اللي بتقول ان هي صعبت الماتش انا بشوفها ان هي يعني دليل ان الفرقه اللي بيلعبها نادي الزمالك ضعيفه جدا. يعني شوف الاربع تجوان بتوع نادي الزمالك. شوف الجول الاخير بتاع المسلوسي. كام لعيب من ارتا سولار واقف جوه ال 18 او جوه ال 6 مفيش حد ماسك حد ما لهمش علاقه اصلا بالكوره. يعني كل واحد درجه في 3 4 لعيبه من نادي الزمالك هم فري اصلا. يعني جوه ال 6 يارده وثلاث اربع لعيبه فري. فده دليل ان هي فرقه ضعيفه جدا. انت المشكله عندك انت بس. انت الراجل بيفتي افتاءات كتيره جدا وبيعمل
الماتش اللي عايز يلعب بفرود واحد وتفتح مساحات على الجناب يلعب بفرودين ويقفل الملعب. الفرقه عايز تظبط الديفنس بتاعك يروح لاعب مفتوح وسايب مساحات كبيره جدا. فهو عنده لا في حاجات غريبه. انما فرق روح اللعيبه وفرق الجمهور. الجمهور بصراحة. الجمهور بص الاهلي والزمالك بالذات في افريقيا اللي بيفرق معاهم الجمهور. وجود الجمهور في الملعب هيكسبك اي فرقه بتلعبها وخصوصا الفرق الافريقيه. يعني سيبك فرق شمال افريقيا خليها على جنب، انما الفرق الافريقيه وفي الدور ده بالذات اي حد هينزل الملعب هيكسب. طب مودرن فيوتشر الماتش كان صعب؟ ماتش صعب شويه لان الشوط الاولاني خلص وانت متعادل 1-1 وبعد كده الطرد. بس انا يعني برضو ايه انت اللي صعبته على نفسك. يعني تشوف الجون مثلا اللي دخل في فيوتشر عمر كمال راح يقطع الكوره الهجمه الوحيده هي ما فيش حاجه غيرها. وبعدين انت عمال ده فرقه اللي بتلعب فيوتشر جون حلو يعني الجون حلو بصراحه هو شالها الحقيقه جنش لكن تاني بدماغه جت على الفرقه دماغه. اللي بتلعب فيوتشر بتلعب من الدقيقه 5 بتلعب على الاوفسايد. يعني احمد عاطف مثلا انا اقول لك على حاجه هو طلع تسلل مثلا النهارده 10 مرات وضربوا 10 مرات فتخيل فرقه بتلعب من اول 5 دقائق بتلعب على التسلل. يعني ده نتيجه او ده يدي لك انطباع ان الفرق دي كلها فنيا لا اقل بكتير. يعني فانا شايف ان جول ناصر ماهر في اخر دقيقه ده ضرب الاوفسايد. شفت جول ناصر ماهر؟ طبعا. طب خضري ماتش الزمالك. طيب قبل ماتش الزمالك طبعا الاول برضو مدام جت مصطفى فتحي لازم نقول ونسال 100 مره مين اللي مشى مصطفى فتحي من الزمالك؟ اللي مشى مصطفى فتحي واللي مشى طارق حامد واللي لا مصطفى فتحي تحديدا ما هو اللي مشى مصطفى فتحي هو اللي مشى مصطفى حامد هو اللي مشى ابو جبل محمود علاء كان مشي برضو لكن ابو جبل مشي لظروف لكن مصطفى فتحي كان عايز يقعد في الزمالك. انا دي اصل ليه جماهير الزمالك مصطفى فتحي كان عايز يقعد وكان مصطفى يقعد مش عايز يمشي يروح تعالى عايز يمشي ولا عايز يروح هنا ولا يروح هنا اضطروه ان هو يمشي. وكل مره هتيجي مصطفى فتحي هيجي هجيب جون هقول هحكي قصه واقول تاني عشان لعيب زي مصطفى فتحي يملك الحلول وكتير قوي من الحلول ما ينفعش يمشي في فرقه بحجم الزمالك.